استضافت مكتبة الشارقة العامة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي في جلسة حوارية بعنوان المرأة في مرايا العصر الحديث في استراحة السحب بمدينة خرفكان، وتحدثت فيها حول دور المرأة في مجتمع الإمارات والفرص التي أتاحتها الدولة وقيادتها للمرأة لتثبت نفسها وترسخ دورها من خلال التفوق في التعليم والالتحاق بالعمل والمشاركة في النهوض بأسرتها ومجتمعها ووطنها. كان التركيز على موضوع التحديات التي تواجه المرأة الإماراتية من ناحية الاهتمام بالطفل والأجيال القادمة، وفي نفس الوقت الالتزام بالعمل. مهم جدا نحن كمجتمع صغير أن المرأة لها دور كبير في مجال العمل، والحمد لله رب العالمين دولة ساعدت في تأسيس أهل الإمارات في موضوع التعليم من الصغر، وهذا يمكن أهم شيء في سياسة دولة الإمارات هو الاهتمام بتواجد التعليم منذ تأسيس الدولة. اليوم الحمد لله رب العالمين نفتخر بتواجد المرأة في قطاعات تعتبر قطاعات عالمية وقطاعات غير عادية من مهندسات وطبيبات ومجالات أخرى، كما أيضا نفتخر بوجود 50% من النساء في ريادة الأعمال، وهذا موجود في كل إمارة.